يا جماعة، أنا الحلقة دي موجهة للبنات بس. يعني عندي سؤال مهم جدا لكل بنت بتتفرج عليا، هو انتوا بتخافوا تمشوا يا جماعة؟ في حاجة معينة بتخليكوا تخافوا تمشوا من أي علاقة انتوا فيها؟ مش ممكن كمية المسجز والأسئلة اللي بتجيلي ألاقي البنت بعتلي تقول لي وخطيبي أو حبيبي أو شخص مرتبطة بيه وبيعمل فيا ومش بيحترمني ومش بيقدرني، مش بيحترم أهلي، بيتعامل معايا بطريقة مش كويسة، بيتعامل معايا بقسوة، مش مقدر قيمتي، مش حنان عليا، مش عطوفة عليا، مش مهتم بيا، بس انا مش عارفة اسيبه. question مش عارفة تسيبيه ليه؟ يعني هو ماسك عليكي زلة مثلا ولا حاجة؟ بجد والله انا عايزة اسأل كل بنت بعتتلي او حتى كل بنت دلوقتي تتفرج عليا، ايه اللي يخليكي تخافي تمشي من علاقة انت مش مستريحة فيها او مش مبسوطة فيها، او حاسة ان في حاجة ماسنج، او حاسة ان في حاجة ناقصة فيها؟ يعني ايه اللي يخليكي تمشي وانتي حاسه ان في حاجه غلط؟ يعني انت في حاجه مخلياكي مش مبسوطه، واحد ما بيهتمش بيكي، ما بيكلمكيش، ما بيسالش عنك، ما بيعبركيش، طب انت هتفضلي متمسكه بيه ليه حضرتك؟ يعني او ايه الحاجه اللي بتبقى فيه مثلا زياده عن اي حد تاني تخليكي متشعبطه فيه بايديك وبسنانك؟ بعدين في قاعده كده انا اكتشفتها، ان كل ما احنا مش مقدرين قيمه نفسنا، وكل ما احنا مش مقدرين قيمه نفسنا صح كبنات، كل ما الرجاله بتفضلوا يلعبوا بينا. فالحاجة الصح ان انت تقدري قيمتك صح، تقدري تبقي عارفة ان انت حاجة غالية، حاجة اي حد في الدنيا يتمنى ان هو اصلا يقرب منها او يعرفها. فبالتالي الشخص ده عايز يمشي تفضل يمشي، هو مش عاجبه عادي، احنا مش هنتأثر، وموضوع مش يعني مش مؤثر فينا يعني. فبجد يا جماعة بلاش بجد تخافوا تمشوا عشان خاطري والنبي، اصلا بيجي لي مسجات بجد بتضايقني قوي. يعني ايه اللي يخلي بنت في الدنيا تقبل بطريقه تعامل مش كويسه وهي اصلا عماله تشتكي من قبل ما تتجوز؟ طب تخيلي ده لما تتجوزيها هيعمل معاكي ايه، او هيتعامل معاكي ازاي اصلا؟ فبجد قدروا نفسكوا صح، قدروا نفسكوا، قدروا قيمتكوا صح، علشان ان قدامك عمره ما هيقدرك صح. لو انت مش شايف نفسك صح هو مش هيشوفك كويس، وبالذات الرجاله. الراجل بصوا يا جماعه والله العظيم عملت فيديوز كتيره جدا عن سايكولوجيه الرجل، وعن دراسة السايكولوجية الرجل، هو بيحبه الشخص اللي عذبه، الشخص اللي تعبه، الشخص الصعب. اما ما تكوني انت مضحية وبتدي ومعطاءة وبتدي بلا حدود وبلا قيمة، هيبقى حاسس ان دي حاجة مكتسبة، خلاص بقت حاجة عادي، ده الطبيعي بتاعك يعني. وناس كتير يعني سمعت الكلام ده من الرجاله نفسهم، بيقولك ان دايما البنت السهله، البنت الطيبه، البنت السوبر كيوت، البنت الايزي دي هم مش بتشدوا لها، هم بيحبوا البنت الصعبه اللي بتقعد تدوخهم كده وتلوحهم، وده حقيقه بجد يعني. فيا جماعه ما تخافوش تمشوا عادي، يعني ممكن تمشوا والله العظيم. لو حسيتوا كده في لحظه، بس انا مقلب لكم الكاميرا عشان جه في دماغي حاجه كده مش عارفه اقلبها ازاي اصلا. يعني لما تكونوا يعني عادي مش مبسوطين امشوا يا جماعه، امشوا بجد والله العظيم، اتس ايزي جدا. وبس دي نصيحه بس جت في دماغي للبنات، علشان المسجز اللي بتجيلي اللي بتستفزني قوي او بتضايقني جدا، اللي هو انا مش قادره اسيبه، انا مش عارفه اسيبه، انا بحبه جدا، هو قريب مني قوي، لا عادي امشوا يا جماعه والله العظيم، عادي جدا ان انتوا تمشوا وتمشوا بكرامه.